في تنظيم الأمن. يعني تخيل فرنسا تطلب من قطر يساعدونهم. هو مش بالكثرة، هو بالكم. لا لا لا، مين قالك من كل الدول؟ لا يا حياتي، روح اسأل وشوف تأكد. هذه بلدي، أنا مقيمة هنا، هذه بلدي. عندكم هيك قوة ما دفعتوا عن فلسطين ولو بيان صغير. يا ناس الله يخليكم، كثروا بس تكبيسات. خلوني أرد عليهم، والله العظيم ودي أرد عليكم واحد واحد، بس أنا عارفة أول ما أرد راح ينحضر، وأسبوعين راح ينحضر. ودي كذا يقرقع في قلبي الكلام، ودي أتكلم. كبسوا، أرجوكم كبسوا. ما أقدر لو أتكلم انحضرت أنا. إذا 30 مرة أنحضر، يمكن أنا أكثر واحدة أنحضر. إحنا راضين أن قطر شارع واحد، راضين أنها صغيرة، بس هذا يدل على غبائك. شفت الغباء؟ يدل على غبائك. أنت لو تعرف أن قطر مساحتها أكبر من لبنان، أكبر من دبي، أكبر من أبو ظبي كمساحة، كان ما تكلمت. دبي إمارة مستقلة، وأبو ظبي إمارة مستقلة، كل واحد لها أمير، وكانوا في السابق كل واحدة إمارة لوحدها، انضموا مع بعض، لكن إلى الآن كل واحدة مستقلة عن الثانية. افهم، شفت أنك غبي، شفت أنك ما تفهم. يا هلا وسهلا. يا أخي إحنا موافقين، إحنا مرتاحين ومبسوطين إن دولتنا صغيرة وعددنا قليل، الحمد لله. والدليل إن شوف إيش كثر يبون يجون يشتغلون هنا، شوف إيش كثر يبون يجون يزورونها. إحنا مبسوطين، أنتوا إيش حاركم؟ ليش متضايقين؟ يا حيوان
لو تعرف اني انا اقدر. بس خليني ساكتة. والله انتوا تخلون الواحد يطلع من طوره. يعني في ناس فيهم من قلة الأدب والوقاحة. هذا مشكلة التيك توك، إنه يجون ناس يعني ما يسوون تراب ويتكلمون. أصلي يبيعك ويشتريك. حقد مش طبيعي، حقد مش طبيعي. قطر راف على الضغط عند بعض الناس، ذابحتهم ذبح. ميتين ميتين. مع ان هذول اللي يتكلمون ترى لو يلاقون لهم فرصة عمل يجون، والله ما يقعدون يوم، يجون يركضون.